تعمل ليه قانون جديد؟ ما انا هقول لحضرتك، القوانين الحاليه تشمل كل مغطى بالتامين الصحي نظريا، علاج من كل الامراض بما فيه الادويه، بما فيه كل ما هو داخل المستشفيات، والتمريض في المنزل، والاجهزه التعويضيه، كل ده مشمول بالقانون الحالي. المشكله الاساسيه في القانون الحالي انه لا توجد ملاءه ماليه تكفي لتغطيه كل ما هو موجود نظريا في القانون. طب ايه اهميه القانون الجديد؟ اهميه القانون الجديد هو توفير الملاءه الماليه المفروض يعني. احنا دلوقتي لكن مش في شكل خدمه، يعني انتوا الخدمه يعني بيترى ان القوانين القديمه على المستوى النظري، خلينا نتكلم على المستوى النظري والمستوى التشريعي، هي قوانين جيده. هي قوانين نظريا جيده طبعا، لكنها لا تنفذ نظرا لعدم وجود التمويل المالي الكافي لتنفيذ كل شيء. احنا طبعا الناس بتعاني من التامين الصحي حاليا، رغم ان هو بيقدم خدمات كويسه جدا بالنسبه للميزانيه بتاعته اللي هي وصلت اكتر من 10 مليار جنيه، حوالي 11 مليار جنيه حاليا. لكن احنا لو حسبنا عدد الملايين من المواطنين وشفنا الفلوس الموجوده، هنلاقي ان نسبه الفرد من التامين الصحي قليله جدا جدا بالنسبه للنسب العالميه. العالم في ايه بمناسبه النسب العالميه؟ العالم في ايه؟ احنا بنحسب عاده هو متوسط الانفاق على الفرد في السنه. لو ابتدينا بالدول الكبرى، اعلى دول في العالم في الانفاق على الفرد في السنه هي الدول الاسكندنافيه، بتنفق حوالي 9500 دولار على الفرد في السنه. يليها الولايات المتحده الامريكيه وسويسرا والكلام ده، وبعد كده تاتي دول اوروبا الى اخر الدول. احنا مركزنا كان في اخر احصاء للدبليو اتش او البنك الدولي ال 124 على العالم، ايام ما كان الدولار بيساوي 6 جنيه وشويه. طبعا الانفاق لم يتغير، نفس ال 50 مليار جنيه بتوع السنه اللي فاتت هم السنه دي، رغم زياده الاسعار بشكل كبير جدا، وخصوصا ان احنا الصحه فيها حاجات كتيره مستورده وزادت اسعارها. فطبعا القيمه الحقيقيه للانفاق على الصحه في مصر قلت كثيرا جدا رغم ثبات الايه المبلغ. ده هيشكل لنا مشكله في الترتيب الجديد، لان هم بيحسبوا بالدولار الدولي اللي هو القيمه الشرائيه للعمله. قد ايه كان انفاقنا؟ كان متوسط الانفاق في مصر حوالي 154 دولار ايامها، يعني ايام ما اتعمل هذه الدراسه. لو بصينا للدول اللي حوالينا، دول الخليج طبعا اكتر، بتتراوح من 2000 دولار لغايه اقل دوله فيهم السعوديه حوالي 800 دولار. بعد كده تيجي الاردن ولبنان بحوالي 500 دولار على الفرد في السنه. 500 دولار دي لو ضربناها في 18 جنيه سعر الدولار، يعني تقريبا حوالي اكثر من 9000 جنيه. 9000 جنيه في 100 مليون مواطن ب 900 مليار جنيه. ده من حيث المبدا كده. ده من حيث المبدا. احنا يا دكتور في العالم ايه الخطوات اللي بيتم اتباعها علشان نعمل نظام تامين صحي؟ يعني العالم في عنده رود ماب كده، خريطه الطريق علشان نعمل نظام تامين صحي؟ احنا عندنا فكره التامين في الثقافه المصريه مش موجوده قوي. فكره التامين دي هي المواجهه الجماعيه للمخاطر، التامين في كل شيء. لو اي دوله غربيه على العربيه، كل على العربيات، اهم من قبل العربيات كمان كان في حاجه اسمها التامين على المسؤوليه المجتمعيه او الاجتماعيه. يعني انا ماشي في الشارع وقعت عليا قصيصه زرع او تكييف كان واحد مركبه غلط او شيء، او شقتي يعني اتحرقت نتيجه ان في حد كان مولع حاجه غلط، دي اسمها مسؤوليه اجتماعيه. دي المفروض ان حضرتك بتامن على الشقه بحيث ان لو وقع ضرر على الاخر يبقى في تعويض ليه عن طريق التامين. كذلك السيارات، احنا عندنا الفكره دي موجوده في مصر، لكن للاسف زي فكره التامين الصحي هي فكره نظريه. كلنا بندفع حوالي 50 جنيه اثناء تجديد ترخيص السياره تحت مسمى تامين اجباري. هل التامين ده بينفذ في اي شيء او بيفيد حد في اي حاجه؟ لا، لانه تامين نظري. تعرف ان التامين بتاع العربيات ده كمان ضد الغير. للغير مش ليك بس. يعني لو لا قدر الله خبطت حتى بالعربيه وفي تعويض، المفروض التامين هو اللي يدفعه. لو عملت اضرار بسياره اخرى، التامين ده اللي يدفع لهم ال 24 جنيه. لكن حقيقه ده لا ينفذ. ليه؟ لان ده طبعا بعيد تماما عن التامين الحقيقي. اي تامين حقيقي موجود في السوق المصري النهارده لاي سياره، اقل سيارات قيمه من فوق ال 2000 3000 جنيه وانت طالع. صحيح. صح ولا غلط؟ صحيح. هو ده نفس فكره التامين الصحي اللي موجود. انا نتيجه قرارات سياسيه اتخذت من الاول، حددت اول حاجه نسبه من الراتب قليله جدا جدا، لان الناس تعبانه ولان ما يقدروش يستحملوا اكتر من كده. فانا حددت الاول الاشتراك قد ايه، وده لا يمكن في اي فكر اقتصادي. انا لما باجي اعمل مشروع لازم اعمل له دراسه جدوى، اشوف انا عايز اشتري ايه وهيتكلف كام، وبعد كده ابتدي اوفر له الموارد، مش العكس.